فضيلة الشيخ، أنا تاجر وبعض المبيعات مغلفة، وتحت هذه الأغلفة الشفافة صور ذات أرواح، ولا يمكننا نزع هذه الأوراق التي عليها الصور لأن المبيعات ستظهر في حالة قديمة وبالتالي تنقص قيمتها، فهل يجوز لنا شراء تلك المبيعات وبيعها بهذه الصور؟ الصور هذه غير مقصودة، الصور على المعلبات أو على أغلفة البضائع ما هي مقصودة، المقصود هو السلع، فيجوز لك تشتري السلع ولو كان عليها صور، والصور تخلعها بعدين وتطرحها لأن ما لها قيمة، تكون ممتهنة. نعم.